في الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجلها. الرجل مستعجل يريد يوصل إلى آخر المشوار في أول خطوة، هذا بالنسبة إلى المرأة هو آخر المشوار، قدامه مقدمات، قدامه شيء من الإعجاب، قدامه شيء من الملاعبة، قدامه شيء من المداعبة، قدامه شيء من إعطاء الحب. حتى لقد قال بعضهم وهو كلام صحيح أن المرأة تعطي الجنس لتربح الحب، والرجل يعطي الحب ليربح الجنس، لغتين مختلفتين. هذا يغدق عليها حبا وحنانا وعطفا، بس عينه على وين؟ على آخر شيء. هي تعطي هذا الجانب من أجل أن تحظى بماذا؟ بمحبته ورضاه وحنانه وشفقته عليها، فهي عطاء مختلف، هذا يعطي لشيء وذاك يعطي لشيء آخر، فلا يعجلها. وفي الحديث أيضا عن الصادق عليه السلام: ثلاثة من الجفاء. شيء الجفاء منها مواقعة الرجل امرأته قبل الملاعبة، صحيح أنت حاجتك في ذاك المكان، بس هي أيضا شريكة في هذا الجانب، كما تمتعك أمتعها، كما تعطيك أعطها. نعم هي تحتاج إلى شيء غير اللي أنت تحتاجه، هي تحتاج إلى المقدمات أكثر، أنت تحتاج إلى النتيجة أكثر، فوفر هذا الأمر من خلال إطالة المقدمات، أيضا راح تحصل على النتيجة. وإلا لو رحت على غرضك في آخر الأمر مباشرة من دون هذه المقدمات كالمحبة والملاعبة والمداعبة وما شابه ذلك، هذا من الجفاء. أنت إنسان فيك جفاء، فيك قسوة، ما تفتهم الشغل زين كما يقولون. وفي الحديث عن أبي عبد الله اللطيف أن قسم من الأحاديث الإمام الصادق عليه السلام ينقلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله: إذا جامع أحدكم فلا يأتيهن كما يأتي الطير، ليمكث وليتلبث. هي حسب التعبير مو حبة ونقت الحبة وانتهى الموضوع، وإنما ليمكث، ليتلبث، ليقدم، ليلاعب، ليعطي حنانا ومحبة. وفي قول آخر عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قول الرجل للمرأة إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. شيء اللي ما يروح من قلبي الزوجة أن تقول لها إني أحبك،